بعد جولة طويلة في المهرجانات العربية والعالمية وحصوله على عدد من الجوائز. امبارح انطلق عرض فيلم بنات عبد الرحمن في الصلاة المصرية. طبعا العرض الخاص امبارح كان بحضور مخرج العمل ومؤلف العمل زيد ابو حمدان ومنتجته، بالاضافه طبعا لبطلات الفيلم ومنهم صبا مبارك. متحمسة ان الفيلم هيتعرض في مصر اخيرا بعد اصداره تجاريا في اكتر من بلد عربي، في الاردن مثلا بشكل غير مسبوق، يعني ما فيش فيلم حقق عدد الاسابيع ده، تعرض لمده 10 اسابيع وما زال شغال في السينمات. ففيلم بنات عبد الرحمن هو اول فيلم اردني بينعرض بصالات السينما المصري. بحب الفيلم ويا رب الجمهور كله يخش ويقطع تذكره ويشوف فيلم كل حاجه. انا موجود هلا بمصر، شعور كتير غريب لانه انا بلشت بمصر باول فيلم طويل. انا عامل افلام قصيره كتير بس اول فيلم طويل كان له كتير هيك، كان في مومنت اوف هيك براود. من احلى القصص اللي ممكن تسمعيها، من اكتر اشي قريب وريليتابل ومألوف ومعروف وواقعي. واكيد حرص عدد كبير من نجوم مصر انهم يتواجدوا بهاليوم لدعم فريق العمل. انا عايز احضر من ساعه مهرجان القاهره، فيلم بيتكلم في قضيه مهمه، طول صبا مبارك ومجموعه كبيره جدا مهمه جدا، فانا مهتم جدا ان انا اتفرج على التجربه. او لا مبروك، لا ما تحطش ده على قلبها خالص، هي ممثله شاطره واحنا كممثلين احنا بنتعلم منها وهي نجمه كبيره. وكمان من ضمن النجوم اللي حضروا عرض الفيلم امبارح كان أحمد فهمي ومحمد علاء، واللي بيشاركوا صبا في بطولة مسلسل بين السطور واللي بيتم تحضيره حاليا بحسب ما حكت لنا. وبيشاركهم كمان في المسلسل نادين فرج وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل وبديع فتوح.